السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم حلقة جديدة من The Sims 4. بس قبل لا نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك، اهم من اللايك. وخلونا نبدأ. اول شيء شكرا لكم على التعليقات، وشكرا لكم على الدعم الرهيب، وشكرا لكم على النصائح الرهيبة. ايش الشرين كذا؟ لحظة، انا نسيت تحكم اللعبة. عايز لانك متاك ما نزلتها من زمان ما لعبتها. طيب خلنا نبيعها. اوكي خلنا نبيع كل شيء. طيب اول شيء هذه اللي سببت مشاكل الغرفة هذه. راح نضبطها. في شيء ثاني اسويه؟ خلنا نبيع، يعني ما احتاج فلوس، معنا 18. لكن بيع كل شيء. طيب ما عندك شغل. طيب اكثركم او في كم تعليق او شيء من التعليق اللي قال فايز اللون مو حلو، لون الغرفة كئيب. احترم نفسك، او احترمي نفسك، ما ادري ولد، اتوقع انها بنت حصة. احترمي نفسك شوي، شلون اللون كئيب تقولون؟ شوفوا 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 الجماعة. وبرضه من مريم تشان، اوكي مريم تشان قالت فايز الغرفة حلوة، اللون حلوة، لكن ترتيبك مرة بيض. اوكي صراحة بيني وبينكم الغرفة احسها صغيرة، لان اول شيء لاحظت الغرفة مرة صغيرة، فمفروض اوسعها صح او نرتبها. والله ما ادري. طيب خلونا كيف احنا، انا نسيت العب اللعبة هذه. طيب نجي هنا كيف بنغير اللون؟ أو شيء بنغير اللون، لأن اللون مو عاجبكم. إن أهم شيء آراء متابعين. طيب أفضل لون إيه؟ وين الألوان اللي اخترناها حنا؟ هنا اللون هذا من فين اخترناه؟ والله ما أدري. طيب خلونا نشوف لنا لون حلو أول شيء. ما راح يصير في بنا كثير باللعبة بالحلقة هذه، إن شاء الله ما راح يكون فيه، لكن بنحاول إن يكون ما في. أوه ماي جاد، وش اللون هذا؟ ليش كئيب كذا؟ صدق لو يصير كذا أوكي لا بس. أخضر لا، أبدا لا أخضر. غرفة نوم لون أخضر؟ ليش جالس حديقة أنت؟ إيش نختار لون؟ ابيض مره ساطع، احب الالوان اللي تكون مره غامقه ولا مره ساطع، احب اللي تكون هاديه. يعني شلون فايز يعني زي اللون اللي انا مختاره. لكن ما عجبكم اللون هذا، يعتبر هادي بصراحه لي. بس اوكي الناس اذواق. لا هذه مره بس حقت اطفال، تصل غرفه نوم اطفال او كذا، حتى هذه بصراحه حقت اطفال. ف فيديو هذا مو غرفه نوم. اوكي ما في هذا، بس ما يصلح غرفته. هذا يصلح حطه هنا ب لا صغر المكان، يخلي المكان مظلم. يا ما يصلح. طيب ايش اللون الحلو هذا؟ ايش ابدا ما يصلح. هذا يصلح المكتب، تحط المكتب مره يطلع خرافي. يا هذا حلو، ليش ما اخترته؟ والله ما ادري. لا بنفسجي. في ناس تحبه، في ناس تحب اللون هذا، اعرفه كثار. اوكي هذا مره حلو، هذا مره حلو. نشوف ثاني، ابدا مو حلو. يصلح الغرفة بنات، مره حلو عليها هذا. ابد ما يصلح. هذا يصلح برا زي اللي انا حاط، او هذا اللي انا حاط. وات يب هذا اللي انا حاط هذا. اوكي اختلف لنا الالوان اللي هنا. اوكي لا هذا مره فاق. طيب اللي عجبني بصراحه هذا، ايش رايكم؟ اوكي سوري ايش رايكم؟ شلون يردون عليك؟ انا راح اسوي بث ان شاء الله، بس مو الحين، ما ادري متى. قناتي تحت اللي بتويتش، عشان لما اسوي بث على طول يجيك شعار.
هذا احسه مره حلو مره. والله ما ادري هو الوحيد اللي عجبني. انا اشوف المجموعه هذه لا المجموعه هذه جد هذا احمر. لا لا ولا هذا كل هذه ما تصلح يا اخي. سيمز تعجبني في اكثر من خيار يمديك تسويه، فاللعبه دي مره رهيبه. هذا حلو بس ما يصلح لغرفه النوم، ما ادري ليش. اخضر ايش في ايش في ايش في ايش في هنا؟ انا اشوف هذا يصلح غرفة نوم كلاسيكية، يعني الغرف اللي تجي نظام السرير كلاسيك تصلح له. هذا مرة رهيب، مرة رهيب الغرفة الكلاسيكية اللون هذا، يا مرة رهيب. بس غرفتنا مو كلاسيكية، هذا ما يصلح، هذا يصلح برا. طيب فايز بطريق. طيب باخذ هذا بصراحة. عاد قولوا ايش رايكم فيه، حلو؟ ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله صراحة حلو. شوفوا لما يكون بس يبينا الترتيب زي ما قالت مريم تشان. قول اسمي مريم تشان، قلنا اسمي. خلنا ننزل ران كذا. طيب الحين نبغى نسوي ترتيب بس لأثاث. طيب شلون بترتب فايز الأثاث؟ ما ادري. هل الانجل هذه الانجل هذه هنا لا شلون جيت شلون الف؟ اوكي كذا يمين صار حلوه يعني على نفس الدريشه صح؟ يا كذا على طول تجي تشوف اللي برا. فايز المفروض في مرايه مو لا لا كذا حلوه. والله ما اعرف ارتب صراحة، الترتيب الوحيد اللي ما اعرف. او نحط هذا هنا، هذا كذا اوكي، هذا نحركه شوي هنا، هذا عشان اول ما يدخل من الباب يحط لبسه كذا. يا كذا حلو، كذا حلو. طيب قولوا لي ايش رايكم، كذا مرة حلو. برضه قلتوا لي فايز حط هنا طاولة طعام كبيرة بيكون شكلها مرة حلو. اقتراح من اوكي الصفحة راحت. ايش الدقيقة دقيقة لازم اطلع الصفحة دقيقة او بجوا اوكي اي اكس جيمر قال نص غرفة الاستقبال فارغة. فكر تحط فيها شيء. طيب راح نحط في واحد قال غرفة فايز غرف لون غرفة الجدار مو حلو، يبقى غيرناه. اوكي اللي قال يطلع احلى حس ستوري. اوكي غرفة النوم صارت كئيبة شوي لو تغير لونها. غرفة الجلوس كبيرة، حط طاولة طعام او طاولة العاب ولا تنسى. طيب حلو حلو حلو. نحط الجوال هنا. خلونا نختار طاولة طعام تليق بالأشخاص الاثنين هذولا، يليق لهم شيء. الكلمة ما بغت تطلع. طيب شلون طاولة طعام؟ نبغى واحدة حلوة كبيرة، ما أبغى كلاسيكية، أبغى عادية بصراحة. إيش هذا؟ هذه حقت هالوين، ما ابغى زي كذا. سلامات عليها صورة فلامينجو. لا ابغى واحد سودا ما تصلح. هذه حلوة، هذه ما تصلح، هذه لا بأس بس مرة صغيرة. هذه ما تصلح. Yeah.
هذه حلوه. شوف هذه سايز مره هذه كبيره احسن عشان تاخذ مساحه كبيره. طيب بتكون هنا مكانها حلو مكانها حلو. او نحركها شوي هنا. اوكي شوف يا فجأة قلت ما راح يكون في بناء كثير باللعبه او بالحلقه هذه باللعبه بالحلقه هذه. يا يا اي نو اي نو بس دقيقه لازم نضبط الاشياء هذه لازم. هل يمديني احط كيف لو يصير؟ لا ما ابغى هذا ابغى العادي. وين يبقى فال عادي. يا حلو حلو هذا مرة حلو. نبغى أكثر من واحد ولا أخذ النوع هذا. لا هذا كلاسيك. يا هذا حلو حلو. حط واحد هنا. ليش حطيت كثار؟ إن شاء الله بعدين يصير عندهم عائلة كبيرة فمكانها مرة حلو. طيب إذا استغلينا شوي من المساحة. مرة زحمة طاولات شكلها مرة كعيب كذا. لا لا ما يصلح. كنسل 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 ما نبي ما نبي كنسل. ايش يا فايز؟ باخذ واحدة صغيرة مؤقتا صغيرة بعدين اختار كبيرة حاليا. مشكلة صدق. لا ارجع ارجع صدق عادي. حط 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 مو مشكلة مو مشكلة. بعدين لما نبي نغيرها نغيرها حاليا على الأقل كذا. صدق لو شيل هذا. لا لا أبغى يا الحبيب أبغى بس هذا. أبغى بس ممكن اوكي. وبعدين ليش ما اوكي اذا افضل اربع صح. يا ما راح ارتبه كذا بخليه عشوائي عشان تحس ان راكبه صح. طيب في شيء نحطه هنا؟ في شيء نحطه على طول هنا؟ انا ادري ما راح اطول ان شاء الله ما راح اطول بس بحط لي الشيء هنا. مو مرة لأن اللي تحت القزاز ما يركب على هذه فمو مرة حلوة. ما في شيء ثاني؟ طيب أبغى إيه مديني أحط صحن الفواكه اثنين. لا لا هذا أحلى. أيوة يا طيب خلاص 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 خلنا نرجع هذا. في اشياء مره رهيبه في اشياء مره رهيبه مره حلو. وحطه بالمطبخ يصير شكله مره حلو. طيب طيب خلاص خلاص اطلع من المود. ينافز لك الحين كم؟ او ماي جاد 15 دقيقه بس قاعد تسوي هذول. طيب المفروض تشيل اللي هنا صح؟ المفروض اشيل هذول حاليا. بخليه ما راح قاعد يتابع فيلم دو اتوقع. طيب هذا لسه ما كبر ما ادري شلون تخلونه يكبر. طيب تعالي انت. اوكي مدام وضعك تمام. لا لا ما راح اخليها ترسم خلاص اخر مره رسمنا. ابغاها تهتم بهذه شوي. هل بدي تاخذ شاور؟ اوكي بت. في شيء ثاني؟ سويه بيك اب. طيب اوكي الصور هذه لازم نشيلها مره مو عاجبني شكلها. طيب الحلقه هذه شو بنسوي؟ بندور احنا لقينا هذا وظيفه. عندك وظيفه الحين ولا؟ يا بعد 12 ساعه هي برضو عندها وظيفه صح؟ المفروض عندها يا طباخه بعد 16 برضه. طيب وين راح الاخ؟ الحبيب راح ياخذ شاور اوف كورس. اوكي الحين الجدران هذا كذا كذا افضل ما ادري ليش احبه كذا. ايش كنت مسوي؟ بشيل هذول واحطهم هنا. صار عندنا مره كثير الحين.
أبي اعتذروني هلا باحد، بس خلص مو ألفي مو ألفي. الحين تهتم بالطبخ، مفروض تروح أنت واحد قلتولي اهتم بالوظيفة عشان تجيك ترقية. جات الورك الترقية بيتر بيسهم ين دان 50% دان. طيب لو اجي مثلا اسوي مثلا هذه بشوف هل نخلصها ولا لا. تعال تعال اشتغل، تعال ارسم ارسم ترى يلا شكل الغرفة صار احلى. عندي اشك لازم نضبط الغرفة هذه حقت اطفال. مو الحين مين اللي ترك اكله هنا؟ والله ما ادري، واحد منهم جوعان. انا ما ادري مين اللي كان جوعان، اتوقع انه يبهي. تعالي قول اللي هنا انت، تعال كمل هذه الرسمة. أنا ما أدري ليش نفس الرسم اللي أول سواه صح؟ نفس يقهرني لما يسحب عليه ويروح كمل الرسمة. كل القطو كمل يا عجبتني حلو، راحت هنا وجتك تاكل هنا. كمل الرسمة، ترك القطو عنك يا أخي. يقهر مرة يقهر. من جد يقهر. لحظة في شيء بالثلاجة. شلون افتحها؟ اوبن. اوكي في اكل. لو قاعد ياكل اوكي. لا لا لما تخلص اكل ابغاك تكمل الرسمة لانك مرة بديت تصف فيني. اوكي هذه الجنة تضحك بالحمار. تلعب اوكي الجنة. يب هذه حياتها من قبل نتزوج، بس تجي على الانترنت حياتها كلها الانترنت. طيب انت كملت الرسمة؟ اوه رسمة مرة حلوة بصراحة. روح 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 لا تعصب روح. اخي الرسمة مرة حلوة مرة حلوة مرة حلوة. مية يمدينا نبيعها ونبيع المكتبة 800 صراحة ما راح ابيعها لانها عجبتني فبخليها بالبيت. دقيقة عطني ليش الدنيا صار ظلام. دقيقة دقيقة بشيل الرسمة هذه لانها عجبتني ما راح ابيعها. انا حط اذكر اني حطيت شيء هنا. يا هذه شكلها مرة عادي مو حلوة، هذه مرة خرافية. وش بسوي؟ بحطها هنا. لا ما يصلح فايز هنا. فين تصلح؟ خليها هنا. اوكي بخليها هنا على المدخل. وبحط ثنتين هنا لما يرسمون ثنتين ثانيات بحطهم هنا، يصير عندنا اربع على المدخل مكان مرة حلو. اوكي وضعك تمام. فيك تجي ترسم ثانية؟ ارسم ثانية. اوكي وضعك تمام ارسم ثانية. انت شو تسوين؟ نايمة. اوكي اوكي نامي. القطو يا ليت احد يشرح لي كيف خليه يكبر بسرعة. وين راح؟ هذا الكمبيوتر خرب. شلون اخليه يكبر بسرعة؟ اكيد في خيار يخليه يكبر. لا انت خلصت رسم فورس ما تكملها. كمل كمل الرسم. كيف اشوف؟ يا كومبليت خلصنا المهمات حقت الشغل صح؟ اتوقع كذا خلصنا المهمة حقت الشغل كومبليت. طيب طيب شغلك متى؟ بعد 9 ساعات يعني بكرة. حلو حلو حلو. لا انت تبغاك خلاص تعال تسوي هذا، سوي هذا اللي سوي له ريبير عدله. انت عندك شيء تسوينه؟ اوكي لسه ما عندها اتوقع شيء، بس انا ابغى
تعته. كلين كلين تعال هنا له يوم كامل هنا، فمعناه راح فيها. اوكي بعدها ابغاك تجي دقيقة دقيقة لا تنامي. قل لا والله مو في النوم. اوكي نامي المفروض حتى تنام صح؟ يا تعالنا بسرعة روحنا. حلو 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 حلو. طيب وهذه يمديني انا اشيلها صح كذا؟ حلو ممتاز. ربيتها ما كمل هذه، يقهر يقهرني لما ما يكمل شيء، مره يقهرني. من جد مره يقهر. اوه هاي تهتم بالزرع، حلو حلو. اوكي. اوكي حلو انها تهتم بالزرع مو بس هو، ممتاز ممتاز شغلك مره ممتاز. طيب ابشيل هذولن. دقيقة بس بس دقيقة بشيل هذه وحطها هنا. شيل هذه حطها هنا. خلاص قلتوا لي فايز يمديك تزرع بالارض، فمعناته هذول ما احتاجها يعني. حتى هذه اطلعها المفروض اخليها هنا، وهذا من شكل مره مو حلو. اوكي هذه اوكي حلو كذا يا المرة مخربات الشكل. طيب راح اسوي مسبح هنا صح؟ مكان مسبح هنا بيكون شكله مرة حلو، فمعناته لازم تنقل الاشياء هذه. خلونا ننقل هذا حطهم هنا يا مؤقتا مؤقتا لين بعدين نشوف لهم مكان ثاني. طيب خلونا ننقلهم كلهم هنا. شكله صار مرة مو حلو كذا. بدأ يقهرني. طيب مو مشكلة. المسبح أنا ما عمري سويت مسبح بصراحة بسيمس، ف خلوني أتعلم معكم كيف أبي شكله. مربع 800 كل نفس السعر لهذا أرخص. طيب مو مشكلة أبغى هذا. كيف استخدم المسبح؟ الله اعلم. احس المكان مرة صغير هنا، يعني لو حط هنا افضل صح؟ فايز يب هنا مرة صغير المكان، يعني نقلت هذول بس كذا. يا نقلتهم بس كذا، لان ما يصلح المسبح بيكون هنا بصراحة، مرة صغير المكان، فمفروض يكون هنا. خلونا نحطه هنا. ما ادري بصراحه هنا صح. اوكي اكيد اذا وسعناه بيكون بياخذ فلوس اكثر. يا اخذ 600 واو. الف يخرب بيتك. لكن صدق لو اخذت المربع افضل صح؟ نشوف لو ابغى احطه كذا. لا ما ابغى يكون مربع كذا افضل احسن كانه يا كذا كافي صح؟ او ازود شوي اتوقع كافي كذا. اوكي ايش هذا؟ اتوقع اللون يا خله خليني خليه لا ابيض، خليه ابيض يا بخليه زي ما هو ما راح اغيره. طيب الشيء الثاني هنا وات دريمينج اوف ووتر. او نو لا خله عادي ما راح استخدم هذا. نحط لايت بس لا ابغى يكون ياه. شلون ارفع الشاشة فوق؟ اتوقع كذا كافي. فايز مو بالنص، خلنا نحطهم هنا بالنص، ابغاهم بالنص. هنا واحد
هنا واحد هنا واحد هنا واحد برضو هنا واحد صح؟ هنا واحد حلو. ايش هذا؟ الحفاة؟ طيب بخليه هنا. اوكي ليش هنا ما يمدي؟ اوكي اجل خله هنا حلو مو مشكلة. لمبات هنا بحط. صدق لا ايش هذي السلاحف؟ لا ما راح احط سلاحف بالمسبع. فايز منظر حطك كذا ثنتين هنا واحدة هنا عشان لما يكون بالليل بيكون شكله حلو. هذا وش؟ ما ادري وش صراحة لكن يمكن مكان يجلسون فيه. وات؟ اه ثانكس لا ما عجب. طيب اتوقع كذا حلو المسبح. يمديني احط عليه شو اسمه يعني ارفع شوي احط عليه زي بس يطلع شكله مو حلو. يا كذا شكل احلى. بس هذه الاشياء الموجوده حقت المسبح. وقعت في اشياء اكثر لكن اوكي. فايز انت ما قلت انك ما راح تسوي. طيب خلاص خلاص اوكي صار عندنا مسبح. يا اخي احس شكله كذا خاطئ يعني تحس انه بقعه مكان. خلونا نسرق من الناس. خلونا نسرق. في واحد من التعليقات قال فايز لا تسرق افكار الناس. يا شوفوا مسبحهم مره كبير مره كبير المسبح هذا. لا هذا مره كبير. اوكي ما اضافوا شيء حتى لمبات ما حطوا فيه. اوه مره هذه رهيبه. اوكي ما في شيء ثاني. طيب خلونا نجربه. تعال ناي متى دوامك؟ اوه عندك دوام الحين ما يمدي. طيب خلينا نسرع اللعبه شوي. سرع اللعبه. انت متى دوامك؟ اوكي كلهم دوامهم مع بعض. شيت. طيب لما يرجعون من الشغل بجرب المسبح. بخليهم يشتغلون بخليهم يجربون يسبحون. طيب هذا راح الشغل وهذا راح الشغل. ما بيقول القطوة فيك تسبح. طيب كلهم راحوا للشغل. حلو 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 خلو. اوكي جاهم من الشغل. المسبح مرة حلو. جاء من الشغل لكن مرة عصب. اي واحد اوه كلهم جو. طيب انت اول شيء روح لك شاور مره عفن. انت المفروض انك طباخه تطبخين بالشغل يعني المفروض انك اكلتي بس ليش ما اكلتي الله اعلم. فمعناته تعالي عندك ايش مهام تسوينها؟ not started drink max. اوكي تسوي اي شيء يمكن والله ما ادري. خلينا نجرب كوك سوي مرة قليل. لفلها مرة صغيرة اتوقع لفلها مرة قليل. لفلها صغيرة انا قلت لفلها مرة قليل بالطبخ. هذا لسه ما كمل لوحته الحيوان. سحب علينا وما كمل اللوحة. طبخي سرعة لا تجيبين عدة تحرقينا بليز. بليز لا تحرقينا. اوكي انت ايش وضعك؟ خلاص تعال. أول شيء أبغى يسوي صدق هابي هو الحين. ليش عند هذول مرة مقلج؟ ما أنت جوعان صح؟ لا في خيار. لا هنا اسحبها كذا حطها بالثلاجة. أنت خلصتي برضو؟ شيلي هذي. لا تعالي توي تعالي. وين رايحة؟ وين رايحة هي؟ طيب الحين تجلي مو مشكلة مو مشكلة. اوه شكله مرة حلو. الحين ابغاك
انت تجين قلت لا يديني احط بس رجل... تقعد رجليها هنا صدق تعال حط رجليك هنا انت coming with لا تعال اسبح تعال كلكم تعالوا يلا بشوف اوكي لبسها حق السباحة مفروض افضل من كذا لكن اعذرونا ليش معصب انك تسبح معصب ربيتك مرة معصب ما يبي يسبح ليش هذا معلق عنده هنا هذه المفروض غير لبس السباحة حقها مرة ما عنده لبس السباحة يا المفروض البسها لبس السباحة حلو اوكي المفروض يزيد الفن عندك صح ما اتوقع الاخ مرة مو رايقة اوكي هذه قاعد تطفو شكلها مرة حلو عصب الاخ طيب يا شباب بوقف هنا الحلقة مرت اكثر من نص ساعة فالمسبح مرة رهيب حيوان ذاك بس معصب تعال تعال اسبح هنا تعال تعال عشان نصور مقطع تعال راح احط صورة مقطع تعال اوكي لا كان مو حلو طيب يا شباب مو مشكلة بوقف هنا اذا عجبتكم الحلقة هذه وعندكم اقتراحات ايش نضيف هنا عند المسبح اكتبوا لي بضيف كراسي بضيف لمبات يمكن هنا وبرضه اكتبوا لي ايش نضيف فاكتبوا لي وان شاء الله اشوفكم في حلقات جاية كان معكم فايز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته